السلام عليكم. النهارده ان شاء الله انا جاي اقول لكم ازاي بيتم اطلاق الاقمار الصناعيه او المركبات الفضائيه لمدار الارض المنخفض. اللي عاوز الاجابه السريعه، الاقمار الصناعيه او المركبات الفضائيه بتتحط على صواريخ بتحتوي على وقود دافع لتعزيزها فوق الغلاف الجوي، واول ما الصاروخ بيوصل للمسافه الصح من الارض بيتم اطلاق القمر الصناعي او المركبه الفضائيه. لكن اللي عاوز يعرف كل الخطوات دي بالتفصيل يقول بسم الله. مفتاح استخدام الصواريخ في الفضاء هو حمل ماده كيميائيه مؤكسده بتعمل نفس الدور اللي بيعمله الاكسجين لتمكين الوقود من الاحتراق. لما بينطلق الصاروخ فبيتخلص من الكتلة من خلال العادم بتاعه، وبالتالي بيقل وزنه، بس نفس مقدار الدفع هيكون ليه تأثير أكبر لتسريع الكتلة المتبقية. كمان الصاروخ لازم يوازن بدقة عالية جدا بين القوة ويتحكم فيها علشان يقدر يخترق الغلاف الجوي. الصاروخ بيولد قوة دفع باستخدام انفجار بيتم التحكم فيه علشان يخضع الوقود والمادة المؤكسدة لتفاعل كيميائي جبار. الغازات الناتجة من كل ده بقى بتطلع من خلال حاجة اسمها الفوهة، عادم ليه شكل خاص بيوجه الغاز الساخن الناتج عن الاحتراق لتيار بيهرب من الجزء الخلفي للفوهة بسرعة بتوصل لخمس أضعاف سرعة الصوت. طب تعالوا ندخل كده على المحركات بتاعتها. لحد النهاردة الصواريخ الصلبة البسيطة نسبيا بتستخدم كمعززات لتوفير قوة دفع إضافية عند الإطلاق، والمبدأ الأساسي بتاعها بيتمثل في إشعال أنبوب بيحتوي على مزيج قابل للاحتراق من الوقود والمادة المؤكسدة. بعدها بيبدأ الصاروخ في الاحتراق لحد ما يخلص الوقود بتاعه، بس معدل حرق الوقود ده بقى ممكن نتحكم فيه، فبالتالي نقدر نتحكم في مقدار الدفع. بينفذوا الحوار ده عن طريق تغيير كمية السطح المعرضة للاشتعال في أوقات مختلفة خلال رحلة الصاروخ بالكامل. الفنيين بيعبوا خليط الوقود والمادة المؤكسدة في فجوة تحت المركز، وبتمتد الفجوة دي على طول الصاروخ، وبالاعتماد على شكلها سواء على شكل دايرة أو نجمة بتتغير كمية السطح المكشوف أثناء الرحلة. أما الصواريخ اللي بتعمل بالوقود السائل فدي معقدة شوية، عادة بتحتوي على خزانين بالوقود الدافع، الأول للوقود والتاني للأكسدة، والاتنين متصلين بغرفة الاحتراق عن طريق الأنابيب، وبيستخدموا هنا المضخات التوربينية اللي سرعتها عالية، وبتشتغل عن طريق أنظمة محرك مستقلة لتوصيل الوقود الدافع السائل للغرفة من خلال نظام الحقن، والمعدل ده ممكن يخنقوه على حسب المتطلبات. جوه غرفة الاحتراق بقى بيتم استخدام آلية الإشعال لبدء الاحتراق، ممكن يكون نفس من الغاز عالي الحرارة أو شعار كهربائية أو انفجار ناري، ولكن الإشعال السريع مهم جدا. ليه بقى؟ لأن بيتراكم كتير قوي من الوقود والمادة المؤكسدة في غرفة الاحتراق، فالإشعال البطيء بيولد ضغط كافي ممكن يفجر الصاروخ. التصميم التفصيلي بقى لمرحلة الصاروخ السائل ممكن يختلف بالاعتماد على الوقود والمتطلبات التانية. هديلكم مثال صغير، بعض أنواع الوقود الدافع الأكثر كفاءة هو الهيدروجين السائل، واللي بيكون مستقر عند درجات حرارة منخفضة قوي بتوصل ل 253 درجة مئوية تحت الصفر. فأول ما بيتحط في الصاروخ فلازم يتحط في خزانات معزولة بشدة. ندخل بقى في التقيل. المرحلة الأولى لأي مركبة فضائية الإطلاق من سطح الأرض لمدار الأرض المنخفض، وعلى فكرة الجاذبية في المدار بتكون قوية زي سطح الأرض كده، لكن الاحتكاك من الغلاف الجوي العلوي قليل شوية، عشان كده لو المرحلة العليا من الصاروخ بتتحرك بسرعة كافية فتقدر تحافظ على مسار مستقر أو دائري أو بيضاوي، بحيث إن سحب الجاذبية والميل الطبيعي بتاع المركبة الفضائية يلغى بعض. لكن العديد من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية ما بتسافرش أبعد من المدار الأرضي، لكن المركبات اللي المفروض هتسيب كوكبنا بتحتاج للمزيد من التعزيز علشان توصل لسرعة الإفلات. سرعة الإفلات على سطح الأرض مثلا 11.2 كيلومتر في الثانية، ودي أسرع بحوالي 50% من السرعات النموذجية للأجسام الموجودة في المدار الأرضي. في معلومة مهمة جدا لازم تعرفوها، إن احتراق الصاروخ الحرج المستخدم للهروب للفضاء بين الكواكب بيحصل عادة لما تكون المركبة الفضائية قريبة من الحضيض. ركزوا بقى في التكة الجاية دي، حرق وقود المركبة الفضائية بيسمح للمحرك بالاستفادة من الطاقة الكيميائية بتاعته والطاقة الحركية اللي بتكون أكبر عند السرعات العالية. بشكل عام قوة دفع الصاروخ الإضافية اللازمة للوصول لسرعة الإفلات من ارتفاع منخفض وبسرعة أعلى أقل من السرعة اللازمة للهروب من ارتفاع عالي بسرعة أقل. الصاروخ بيحتاج لسرعة بتوصل ل 17800 ميل في الساعة عشان يحلق فوق الغلاف الجوي
في مسار منحني ويضمن انه ما يتسحبش مرة تانية. بعد ما بيطلق القمر الصناعي بقى، القمر بيفضل في المدار لان لسه عنده قوة دفع. الاقمار الصناعية اللي بتدور قريب من الارض بتحس بسحب اقوى للجاذبية، وعشان تفضل في المدار لازم تتحرك بسرعة اكبر من قمر صناعي بيدور في مدار ابعد. هناخد مثال صغير، محطة الفضاء الدولية موجودة على ارتفاع 400 كيلو وبتسافر بسرعة 17150 ميل في الساعة. لو جينا نقارنها بأقمار التتبع وترحيل البيانات 35405 كيلومتر، هنلاقي ان سرعة الأقمار دي 6700 ميل في الساعة، أبطأ بكتير. معلومة أخيرة، للإفلات من جاذبية الأرض لازم السرعة توصل ل 25000 ميل في الساعة. طيب الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية بقى بتجيب الطاقة بتاعتها منين؟ ده بقى بيعتمد على المهمة. لاختيار أفضل نظام طاقة لمركبة فضائية مثلا بيبقى فيه عدة عوامل لازم تتخذ في عين الاعتبار. المكان اللي هتروح المركبة، هتعمل ايه، مدة الرحلة، وطبعا من اهم واول مصادر الطاقة هي الشمس. فمثلا الاقمار الصناعية اللي بتدور حوالين الارض بتكون قريبة من الشمس بما يكفي لاستخدام الطاقة الشمسية، وبتحتوي المركبات دي على ألواح شمسية بتحول طاقة الشمس الكهرباء عشان تشغل القمر الصناعي. الكهرباء بقى اللي جاية من الألواح الشمسية بتشحن بطارية المركبة الفضائية. البطاريات دي هي اللي بتشغل الأقمار الصناعية لما تكون بعيدة عن الشمس. أما المركبات اللي بتسافر بعيدة عن الشمس فدي بتحتوي على ألواح شمسية كبيرة جدا، مثلا مهم جونو بتاع كوكب المشتري، بتستخدم الطاقة الشمسية على طول الطريق. المصفوفة الشمسية الواحدة طولها 9 متر. طيب في حالة انعدام الطاقة الشمسية، هنا بقى بيجي دور البطاريات. تم تصميم البطاريات بتاعت المركبات الفضائية عشان تكون قوية جدا، كمان اتصممت ان هي تشتغل في البيئات القاسية. من اهم الطرق الحصول على الطاقة من الذرات. نظام الطاقة بالنظائر المشعة بيستخدم الفرق في درجة الحرارة بين الحرارة الصادرة عن الذرات غير المستقرة والبرد بتاع الفضاء لإنتاج الكهرباء. وبالفعل وكالة ناسا بتستخدم حاليا النظام ده لتشغيل العديد من المهام، وده لأن أنظمة النظائر المشعة بتنتج الطاقة لفترة طويلة قوي. معظم البطاريات اللي بيتم استخدامها بتحتوي على أكسيد البلوتونيوم 238 وبتكملها مزدوجات حرارية كهربائية مصنوعة من السيليسيوم والجرمانيوم. لحد لحظة حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت أكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم.